وأخيرا الأندرويد 12 بصورة رسمية من جوجل. حنتوقف على أبرز المميزات اللي تم الإعلان عنها، وكذلك موعد وصوله للهواتف، وأخبار مثيرة من سامسونج عن هواتف وتقنيات خرافية قادمة قريبا، وكذلك أخبار عن ساعات سامسونج الذكية. خليكم ويانا لمعرفة كل التفاصيل. وبداية ولكل جديد ومفيد، تأكدوا من الاشتراك ويانا بالقناة بالضغط على كلمة اشتراك أو سبسكرايب بالأسفل وتفعيل جرس التنبيهات حتى تبقون بتواصل دائم مع كل جديد نقدمه بالقناة أولا بأول. ولا تنسونا من ضغط الإعجاب أو اللايك والمشاركة والتعليق. وأهلا بكم بفيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة الله، وتحية طيبة لكم أحبابي المتابعين الكرام. إذن التشويق للأندرويد 12، واللي هو النظام القادم أو النسخة الجديدة من نظام الأندرويد، واللي حيتم إطلاقه بهذه السنة للمستخدمين. ومثل ما تشوفون بأول نظرة على النظام الجديد وطريقة عرضه الأولية، حيث جوجل ركزت على إجراء تغييرات على الواجهة والأيقونات، كذلك ترتيب أكثر لطريقة عرض الإشعارات أو النوتيفيكيشنز، طبعا بطريقة الفلودينج مع الكثير من الإفكتس. هذا حيسمح للمطورين بإجراء الكثير من التعديلات على التطبيقات المعروضة على نظام الأندرويد 12. أيضا نلاحظ بتطبيق الكالكوليترز أو الحاسبة قدرة المستخدم على التحكم بحجم ومساحة الجزء اللي يرغب بعرضه بشكل أكبر، يعني يركز على جزء معين بالتطبيق وبكل سهولة. وأيضا تلاحظون الاختلافات بعرض الإشعارات مثل الرسائل والاتصال والأيقونات اللي تظهر بأعلى الشاشة. من الأمور المتغيرة أيضا الوقت والساعة والتاريخ، حتكون بأشكال وأنماط جديدة. ومن بقية التغييرات اللي يجي بيها نظام الأندرويد 12 قائمة الكويك سيتينج، حتجي مع ترتيبات جديدة بالإضافة إلى أيقونات التحكم الصوتي، كذلك القدرة على التحكم يدويا بالإشعارات، وطبعا الإشعارات تظهر بالعدد الغير مقروء بأعلى الشاشة بالزاوية العلوية جهة اليسار قرب الساعة. تصميم جديد لأيقونة مشغل الموسيقى والواي فاي والبلوتوث والوجت أو التطبيقات المصغرة الخاصة بالساعة والطقس، أيضا حينالها جزء من التغييرات بنظام أندرويد 12. جوجل أيضا حتمنح المستخدمين خيارات إضافية لزيادة الأمان والسيكوريتي الخاص بهم، بالإضافة إلى خيارات جديدة وتحسينات كبيرة لربط الأجهزة مع بعض الـ All Together. للعلم أنه نظام أندرويد 12 حيجي مع أكبر تغيير بالتصميم أو الديزاين من يوم انطلق نظام الأندرويد وإلى هذه اللحظة، وكل هذا حيصير بفضل لغة التصميم الجديدة اللي يطلق عليها الماتيريال يو. النظام والتصميم الجديد حيوصل بداية لمجموعة هواتف الجوجل بيكسل ابتداء من الخريف القادم، وبعد ذلك حيوصل لبقية الهواتف ومن مختلف الشركات. وطبعا نسخة البيتا 1 من النظام تم إطلاقها قبل أيام إلى هواتف مختلفة من عدة شركات مثل شاومي وأوبو وون بلس وغيرها من الشركات المصنعة للهواتف. وبمعلومة جديدة من جوجل عن عدد الهواتف اللي تعمل حاليا بنظام الأندرويد، فصرحت الشركة أنه الهواتف النشطة اللي تعمل حاليا بالأندرويد وصلت إلى 3 مليار هاتف، واللي هو أكثر من مرة ونصف من الهواتف اللي تعمل بنظام الآي أو إس من شركة أبل. كثيرة هي التغييرات اللي حيشهدها الأندرويد 12. خلوني أعرف آراءكم، وإذا كنتم متشوقين للنظام الجديد واستكشاف مميزاته، على الرغم من أنه إلى الآن كثير من الأجهزة وخصوصا من سامسونج ما وصلها أصلا نظام أندرويد 11 أو أندرويد 11، لكن على أي حال حتكون هناك مجموعة أجهزة محظوظة يوصلها التحديث أسرع من البقية، خصوصا أجهزة الفلاكشيب. خليكم ويانا على طول لمعرفة كل جديد عن الأندرويد 12. إذن شركة سامسونج هي واحدة من أكبر الشركات، أو نقدر نعتبرها الليدر بمجال تصنيع وإنتاج الشاشات وهواتف الفولدبل. وممكن تفكرون شنو ممكن تقدم سامسونج مستقبلا فيما يتعلق بالشاشات والفولدبل فونز. الحقيقة بهذه الأيام سامسونج عرضت للجميع وحدة تصميم وإنتاج الشاشات مع نوعية جديدة من الديسبلايز أو الشاشات، واللي تمنحنا فكرة عن اللي ممكن نشوفه من الشركة بالمستقبل. خلال الأسبوع العالمي للشاشات لعام 2021 قدمت سامسونج نوع جديد من الشاشات بطريقة عملها. أول نوع تم تقديمه هو نوع السلايدبل، AKA اللي أطلقنا عليه سابقا الشاشات القابلة للسحب أو الرولبل، وهذا هو الجهاز اللي قدمته سامسونج بالمعرض.
إذا كنتم متابعين لآخر أخبار التقنية والشاشات والهواتف، فتعرفون أنه موضوع الشاشات الرولبل هو الحدث الكبير التالي بمجال تصنيع الهواتف، واللي حيسرق الأضواء من تقنيات الفولدبل أو الشاشات المطوية. هذه النوعية من الشاشات تمنح المستخدم القدرة على أن يمدد الشاشة للحجم اللي يعجبه، بحيث تكون عنده شاشة عملاقة بمجرد لمسة بسيطة على الهاتف على شاشته الاعتيادية. طبعا شركة أوبو أوريدي قدمت الكونسبت المختص بها قبل فترة، وممكن الآن أن تكون سامسونج هي أول شركة تطلق هاتف رولبل بصورة فعلية العام القادم وبالشكل اللي تشوفوه أمامكم. ومثل ما ذكرنا أنه شركة سامسونج قدمت 3 أنواع من الشاشات. الشاشة الثانية اللي قدمتها سامسونج خاصة بالتابلت، شاشة عملاقة بحجم 17 إنج قابلة للطي. الحقيقة أنه التابلت اللي تقدمه سامسونج جيد جدا، حتى مع وجود منافسة شرسة من شركة أبل وعائلة الآيباد الخارقة اللي تقدمها. وبإنتاج هذه النوعية الجديدة من التابلت القابل للطي من سامسونج، ممكن حيحدث ثورة جديدة بمجال التصنيع والطلب على هذا النوع، وبالتالي تغيير كبير بأسواق الأجهزة اللوحية. أما الشاشة التالية اللي نتحدث عنها واللي قدمتها سامسونج هي الـ S Folding أو الـ Z Folding Panel، واللي تتكون من 3 شاشات بدل الشاشتين. فبصورة طبيعية يكون هاتف عادي، وبفتح الهاتف تكون بين إيديك شاشة عملاقة خرافية، وكان موجود بزل سميك بعض الشيء على جوانب الشاشة اللي يحتوي على عدسات الكاميرات، وكذلك من الجهة الأخرى مقبض أو مسافة لمسك الشاشة بسهولة. أخيرا سامسونج قدمت نظرة خاطفة لأجهزة اللابتوب الجديدة كليا، والخاصة بها من نوع النوتبوك، واللي تجي مع خاصية الـ Edge to Edge Panel، يعني شاشة بدون أي حواف أو نوتش، مع تقنية الـ Under Display Camera أو الكاميرا تحت الشاشة، علماً أنه هاتف الـ Z Fold 3 حيكون هو أيضاً قادم مع تقنية الكاميرا تحت الشاشة. لذلك فما راح ننتظر فترة طويلة حتى نتعرف على قدرات تقنية الـ Under Display Camera من سامسونج ومدى جودتها. كل هذه الأنواع من الشاشات الرائعة تنطينا فكرة كافية لمعرفة أنه سامسونج حتقدم قفزات نوعية بتقنية الشاشات وأنواعها. خلوني أعرف آراءكم عن هذه الشاشات اللي كنا نشوفها فقط بأفلام الخيال العلمي. إذن وبخبر انتشر سابقاً أنه شركة سامسونج حتخلي متحسس على ساعاتها الذكية من الواتش 4 والواتش أكتف 4، واللي يخليها قادرة على قياس نسبة السكر بالدم بطريقة تكنولوجية جديدة بعيداً عن الطريقة التقليدية القديمة. وهذا المتحسس الجديد حيقدم نتائج مضبوطة، وحتكون مفيدة للأشخاص اللي يحتاجون قياس نسبة السكر بالدم بأوقات متعددة خلال اليوم الواحد. هذا الشيء حيكون بمثابة إنقاذ لكثير من الناس اللي يعانون من السكري. لكن الآن بخبر جديد، فاحتمال حيتم تأجيل وضع هذا السنسر أو المتحسس بالساعات حاليا، وممكن الواتش 4 والأكتف 4 ما راح تجي مع هذا المتحسس مع الأسف. وهذا بخبر من وكالة أنباء كوريا، اللي ما راح يكون خبر جيد للأشخاص المنتظرين لهذه الميزة بالساعات. على أي حال، سامسونج حتكشف عن ساعاتها الجديدة من الواتش 4 والواتش أكتف 4 بنفس الوقت بحدث الكشف الأمباكت إيفنت بشهر 8 القادم. ومن التفاصيل اللي حتجي بيها الساعات، فسامسونج حتزيد من حجم الساعة الواتش 4 وحتقلل من الأبعاد والحجم على الأكتف 4، وكل الساعتين حتجي مع نظام جوجل بتشغيل الساعات بدل نظام تايزن القديم. نتمنى النظام الجديد يقدم أداء أفضل على الساعات من السابق. وخلص، هذا كان كل شيء ويانا بنشرتنا التقنية لهذا اليوم. خلوني أعرف آراءكم بأخبار اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات والشروحات، تأكدوا من الاشتراك ويانا بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. لأي سؤال أو استفسار بإمكانكم التواصل وياي على حساباتي على الفيسبوك والإنستغرام، وتركوا تعليقاتكم بالأسفل. هذا كان كل شيء، شكرا لكم على حسن المتابعة، وإن شاء الله نلتقي وياكم بالفيديوهات القادمة. في أمان الله.